السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. نبدأ الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد غلاء العلف اللي احنا شايفينه ده يا جماعة، يعني شكرت العليقة يا جماعة بقت ب250 جنيه، ال25 كيلو كمان مش ال50. ايه العلف كله غلى يا جماعة، وبقى في العالي، يعني كيلو العلاقة وصل ل11 جنيه ول12 جنيه. طبعا ما عناش نقدر بقى نجيب علاقة للطيور وكده، فاحنا قلنا ايه نشوف حاجة بقى نأكل فيها طيورنا، في نفس الوقت ما نمنعش نفسنا من تربية الطيور ونربي طيور يا جماعة. فانا جبت لكم النهاردة حاجة يعني رخيصة كتير الايام دي، ولحد بقى ايه يعني الايام دي متوفرة بكميات رهيبة ورخيصة، فانا قلت نجيبها. ومن والله بتخلي الطيور جميلة 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 يا جماعة، وبتخلي يومها بيومين، وبتخلي الاوزان عالية جدا. طبعا الوصفة دي البط والفراخ والرومي الوز اي حاجة يا جماعة هنعمل لكم دلوقتي اهو، هنشوفها مع بعض هي ايه بعد ما نشوف الطيور شوية كده مع بعض. طبعا دبحت برضه، دبحت شوية طيور، دبحت شوية بط كتار يا جماعة، كان عندي بط كتير، فدبحت بقى شوية، مش هسيب الا بط قليل عشان العلف الغالي وكده. ودبحت الديك الكبير بتاع الفراخ، ما عادش الا هسيب مكانه، عندي دي كان شمرت صغيرين، انا هسيب مكانه منهم واحد، هسيب اللي هو الابيض ده، الابيض ابو ده الاسود ده انتوا شايفينه ده. المهم يا جماعة زي ما بقول لكم كده، هسيب الديك اللي هناك ده، معلش انا وصلت معاكم بس كنت بكلم حد. المهم الديك اللي هو الابيض اللي هناك ده هو جميل، هو اخوه اللي هو الاحمر فاسود ده، بس صغير كده مش عاجبني، فانا بحب ايه اسيب الطيور الكبيرة شوية يعني يكون الديك حلو كده. اختهم برضك الفرخة اللي واقفة عند ال عند ال عند البرنيكة ده، واختهم التانية هي اللي واقفة جنب الديك على طول ده، اللي هي الحمراء ده اللي وقعت كانت هتقع ده، الاتنين دومتي هم دول اخواتهم. انا كنت جايب 10 فراخ يا جماعة، الفرخ يعني نص تقفيلة كده، وفضل وما كانش فيهم الا البربرتين دوم. انا دبحت الديوكة كلها وما فضلش فيهم، وما طلعش فيهم الا البربرتين دوم، وما سبتش الا الديك ده، هسيبه بقى ليهم للفراخ، والديك التاني هدبحه. عشان انا دبحت الديك التاني برضك عشان اللي هو الكبير، عشان كان بيضرب دوم وما كانش كبير، يعني ما كانش عاجبني الصراحة، كان حجمه صغير فانا ما كنتش حابه. ولسه باذن الله طبعا الفراخ الساسو انتوا شايفينها هناك يا جماعة في الخزانة، فراخ الساسو ما شاء الله نايمين في الهوا. المهم زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، تعالوا يلا اما نقول لكم ايه، اما اقول لكم اللي نسيت والله الموضوع اصلا اللي عامل عنده الفيديو، ايه الوصفة بقى اللي هنأكل فيها الطيور النهاردة. معلش يا جماعة عشان انا بصلي يعني. كورة هبلت اهو يا جماعة، البطاطس، البطاطس يا جماعة اهي، شوفوا اهي اهو يا جماعة، البطاطس اهي يا جماعة، البطاطس بقى دي يعني البطاطس كتير الايام دي يا جماعة عشان ده الموسم بتاعها، فكتير اوي الايام دي، ف يعني الناس مش عارفة توديها فين من كترة ما شاء الله السنة، فاحنا بنجيبها كده رخيصة. وان الشبق، وانا بشيل شوية للوز والرومي يا جماعة عشان الرومي بيحبها، وايه والباقي هنحطه لك الشبق اه يعني يلا كفاية، هنحطهم بقى ايه شوية سرسة عليهم. هفصل معاكم يا جماعة بقى بعد ما احط السيرس بس وارجع. ورجعت لكم يا جماعة بعد ما حطيت السيرس، تعالوا بقى نقلب لهم مع بعض اهو، ونرجع لكم نقلب لهم بقى ونحط لهم مع بعض، وهتشوفوهم هما بياكلوا يا جماعة زي المجانين عشان هما بيحبوها اصلا. انا طبعا وقت، بصوا يا جماعة احنا والله هنأكل كده على طول، وقت ما يكون بقى ايه في كوسة هنأكل، هنسلق ونأكل في بطاطس، هنسلق ونأكل، وقت ما يكون في أي حاجة هنسلقهم ونأكلهم يا جماعة. هنعمل إيه؟ معناش هنربي يعني؟
مسحوهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نغسل ايدينا بقى. هم تعبوا، ولا فرخ بتخلي ولا بط بيخلي. شوفوا ان شاء الله ما شاء الله. وببلاش يا جماعه، بحسن ما نشتري كيلو العلف ب 12 جنيه ولا الشكاره ب 250 جنيه. يا جماعه حرام حرام والله. ربنا يا رب يفك كربنا، يفك الكرب اللي احنا فيه يا رب، ويرحم الناس يا رب ويعدها على خير يا رب. ربنا يعدي الايام دي على خير، ربنا يعدي الايام دي على خير يا رب. طبعا اتمنى يا جماعه ان انتوا يعني ايه، محدش يا جماعه يكسل يقول العلف غالي. لا يا جماعه، في 50 حل اللي احنا ان نربي طيور، يعني ممكن ناكلهم زي ما انتوا شايفين كده، ممكن ناكلهم برسيم والله هنتصرف، والله اللي عايز يعمل حاجه هيتصرف يا جماعه. فانا بتمنى يعني محدش يكسل، واللي عايز يربي حاجه هيربيها. والله اتمنى ان انا اكون فدتكم، ولو باي معلومه صغيره يا جماعه. واتمنى يا جماعه اللي لسه معايا الفيديو لحد دلوقتي يعمل لايك للفيديو، واللي لسه اول مره يشوف القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا منه كل جديد، عشان القناه تكبر بيكم كده يا رب، ونوصل لحلمنا مع بعض يا رب. واتمنى ان انا اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.